يبقى اليوم بالنسبة إحنا كتحالف النصر وكل كل الكتل السياسية موجودة يجب أن خروج القوات الأمريكية واحترام قرار مجلس النواب العراقي. إذن جميع متفقين على خروج قوات أمريكية واحترام قرار مجلس النواب العراقي بخروج. حسب اطلاعك في مجلس النواب هل تغير موقف الكتل السنية والكردية؟ اليوم شوف إحنا هذه الأيام يعني على هامش هذا اللقاءات اليوم. اليوم هو بصراحة اليوم أنت بالنسبة لك الكتل السنية والكتل الكردية هي شريك أساسي بالعملية السياسية. نعم. فيجب أن يحترمون رأي الشريك الأكبر. إذن موقفهم ما متغير. ما متغير. ما متغير.